الشغل تاعي دائما في الاستماع الطموحات تاع النوادي والطبقة للقوانين تاعي تاع كرة القدم الجزائر خاصة كرة القدم للهواة. الشغلة تاعهم دائما خديناهم بعين الاعتبار تدريجيا نحلوا المشاكل اللي ما يسمحوش يعرقلوا تطوير سليم لكرة القدم. كما يقولوا اللي راهي تمشي من الاحسن من الاحسن الى الاحسن. هذه الثقه اذا لها فيه ان شاء الله تكون عمل جديد للبطوله الوطنيه للهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واحد يقول الحق احنا اللي تروا جروب تاع لو نيفو تاعنا تاع الاماتور. احنا دايرين ثقه كبيره في السي علي مالك، الثقه كما قال لك عمياء باسكو لو ترافاي تاعو اللي داره السنه والعام اللي فات شفناه بلي يخدم وما في شفافيه مطلقه. هذا يعطينا حافز باش نزيدوا نخدموا ونتعاونوا خاصه في ظل الثقه المتبادله بين رؤساء النوادي وبين الرئيس الرابطه اللي عندنا فيه كامل الثقه في تطوير الرياضه خاصه على مستوى الهوات.